أنا سعيد جدا لله دي حاجة، أرجو إنها تكون بداية معرفة خير. طب بما إنها الموضوع كده يا دكتور، أنا طالبة منك خدمة صغيرة يا أخوي. أمريني، أنا تحت أمرك. أنت عارف إن ليلى دي حتة من قلبي زي ولادي بالظبط، أنا اللي مربياها، قلقانة عليها يا أخوي. قلقانة ليه خير؟ البنت من ساعة ما كانت عايشة مع مامتها وباباها حصلت لها كلكيعة، مش كلكيعة، لا عقدة من الجواز. لو أقول لك تقدم لها 50 عريس وزيادة، وكل عريس أحسن من اللي قبل منه، وهي راسها وألف سيف أبدا، قال إيه الجواز مشروع فاشل كله نكد ومشاكل. من كتر اللي شافته مع أمها وأبوها قبل الطلاق يا أخويا البنت اتعقدت. الحقيقة الأنسة ليلى اديتني فكرة بسيطة عن الموضوع ده الليلة. طب شش، أكني ما قلتلكش حاجة خالص.